يقول السائل: القول الراجح في قطرة الأنف والعين. القطرة فيها خلاف الأنف والعين، لأنهم يقولون أنها تنفذ إلى الحلق، تذهب إلى المعدة، فاللي يستغني عنها لا يستعملها خروجا من الخلاف وحفاظا على صيامه. أما الذي يحتاج إليها حاجة ضرورية فعليه أن يستعملها، لكن إذا أحس بطعم في حلقه يلفظه، إذا أحس بوصول طعم إلى حلقه يتفله ويلفظه. نعم.